إذا اليوم نشارك أو ننظم يعني ورشة تكوينية في إطار برنامج تطوير ودعم يعني إعلاميين مستقلين اللي كينظمها كل من مركز التطوير الإعلام بشراكة مع مؤسسة تطوير البحث والتواصل. يوم كان عندنا واحد جوج ورشات تكوينية حول يعني تحسين المحتوى الإعلامي عبر إنتاج مواد إعلامية تعنى بقضايا الشأن المحلي يعني وفق يعني ضوابط مهنية ومعايير تحسن الأداء الإعلامي للصحفيين. يعني في طيلة اليومين شاركوا معنا أزيد من 40 إعلامية وإعلامي يمثلين مختلف المنابر الإعلامية بجهة تسمسة من أجل يعني المشاركة في هذا الموضوع اللي كيهم يعني تحسين المحتوى الإعلامي للصحفيين. كاين استفدوا وتفاعلوا في هذه الورشات خصوصا في موضوع تحسين المستوى خصوصا في موضوع تحسين المحتوى الإعلامي بالمنطقة اللي أكيد أن المحتوى الإعلامي كثير جدا، ولكن هنا الهدف الأسمى من هذه الدورة التكوينية باش ناخذوا يعني طرق ويعني بعض الميكانيزمات اللي كتساعد الشباب باش يحسنوا في المستوى يحسنوا في المحتوى الإعلامي. جدا بالمشاركة ديالنا في هذه الدورة التكوينية اللي نظمتها اللي نظمها مركز التطوير الإعلام بشراكة مع مؤسسة التنوير للبحث والتواصل لفائدة الصحفيين والصحفيات بجهة تسمسة، واللي استفدنا فيها يعني أو تداولنا فيها الآليات والسبل الكفيلة بتحسين المستوى الإعلامي وأيضا كيفية معالجة القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي. المؤطرين يعني تطرقوا المجموعة من الإشكالات اللي كتعتري الواقع الإعلامي اليوم وكيفاش أننا نتجاوزها وكيفاش أننا كصحفيين نشتغلوا ونتحدوا الإكراهات اللي كتواجهنا في العمل ديالنا. أيضا هذه الورشة اللي تخللتها يعني أنشطة تطبيقية وتمرينات اللي شاركنا فيها وخدمنا فيها أو حاولنا نطبقوا فيها الأمور المكتسبة على مدى يومين من هذه الدورة هذه.